بتشوف التعامل على السوشيال ميديا مع قصه زواجك ده كنت بتشوفه ازاي؟ بص يا بيب، انا قبل زواجي ده طلعت حلقتين في قناه الحياه، هجمت فيهم اليساريين بضراوه شديده، واليساريين من اكثر الناس نشاطا على السوشيال ميديا. ليه؟ لان احد سمات اليساري انه يحب يقعد على الكرسي ويقول كلام، بس فعل مفيش، يتكل اخره الكلام. حلو، فبالنسبه له السوشيال ميديا ده مناسب جدا لانه قاعد على الكرسي وشغال على الكمبيوتر بس. فهم كانت الحمله جايه منهم، وطبعا مدعومه بقوه من الاخوان والسلفيين. ضايقتك ولا؟ والله بقيت اسمع انا من الناس، لكن ما كنتش بتابعها يعني خالص. يا بيه، انا اكتر واحد اتهاجم في مصر. انا كنت في وقت من الاوقات في شركات سوشيال ميديا في تركيا شغاله على توفيق عكاش، شركات ما فرقتش معايا ولا اثرت معايا ولا جابت معايا نتيجه. يبقى انا هيجيب معايا نتيجه الافراد؟ لا طبعا. الحياه اتضايقت ولا اتضايقت؟ مع حياه نفس الوضع، ما تعرضت لنفس القصه. كان في شركات سوشيال ميديا شغاله على حياه الدرديري. مش حياه الدرديري كانت المذيعه الاولى في مصر معارضه للاخوان، وكانت بتنزل في مذيعات كانوا بينزلوا مليونيات غيرها. لا، في مذيعات خرجوا من الاستوديو ووقفوا يهتفوا في وسط الناس غيرها، فشيء طبيعي في عداء مع الاخوان. انتوا قصدتوا ده اصلا ولا تجاهلتوه تماما؟ لا تجاهلناه يعني خالص. تعودها انا شفت انت اللي بقولك متعوده دايما. احنا كده احنا متعودين بقالنا فتره يعني، ما فرقتش معانا.